وصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم حاملا معه كتاب رفع الإيقاف الرياضي عن كرة القدم الكويتية. وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان إن الزيارة تهدف إلى رفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية وزيارة المنشأة الرياضية. وكان في استقباله على أرض المطار رئيس مجلس الأمم مرزوق الغانم ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرضان. يذكر أن مجلس الأمة كان قد وافق الأحد الماضي على تعديل القوانين الرياضية بجلسته الخاصة في المداولتين. وللمزيد بشأن رفع الإيقاف الرياضي ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة الدكتور حمود فليطح. دكتور يا هلا ومرحبا فيك. دكتور في البداية نبارك للكويت وللجمهور الرياضي ولك دكتور هذه الخطوة. طيب ماذا عن تفاصيل رفع الإيقاف، وهل هو مؤقت أم دائم، وهل هو مرتبط بشروط أخرى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على تحت هذه الفرصة. اليوم الحقيقة الساعة 7 صباحا استقبلنا رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو جياني، واللي الحقيقة يعني تشرفنا اليوم بالعاشرة صباحا ومعية رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم والمعالي وزير الدولة شؤون الشباب خالد الرضان وأيضا رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو. تشرفنا بمقابلة سيدي سمو الأمير وسمو ولي العهد وسيدي رئيس مجلس الوزراء، واللي الحقيقة من خلال هذا اللقاء زف البشرة للرياضيين الكويتيين وتحديدا رياضيين كرة القدم برفع الإيقاف دون أي شرط. والحقيقة يعني أنا بهذه المناسبة ومن خلالكم يعني أهنئ كل شباب الكويت على رفع هذا الإيقاف الجائر الحقيقة اللي جثم على صدور أبنائنا لمدة سنتين، ونأمل إن شاء الله أن يعني نتمكن بإذن الله بالغريب العاجل من رفع الإيقاف عن جميع الألعاب.